وأنا أقول لك يعني بصراحة وعلى الفضاء أنه هذه الوزارة ترعى حتى الحركة المثلية في العراق. عجيب، شلون ذكر؟ يعني هذه منظمة أمل أو ما أعرف يسموها الأمل أو الآن، وأحد المسؤولين الكبار في الوزارة يعني اللي معروفة هويتها وانطلاقتها ومعروف انتمائها ومشروعها وعملها اللي تقوم به، للأسف أنها أحد مسؤوليها الكبار يقول أنا من 17 سنة أنا منتمي إلى هذه المنظمة اللي هي مشبوهة، وجاء يفتح أبواب الوزارة لها. وعلى مرأة ومسمع من السيد الوزير وندواتهم المفتوحة وخلواتهم الدرزية مثل ما يقولون وحفلاتهم، وبعدين انتهاك لحرمة شهر رمضان. يعني احنا في هذا الشهر له قدسية.